السلام عليكم. الدكتور روح طبيب اختصاصي في امراض العيون. كنشاركوا اليوم في واحد الحمله كتنظمها جمعيه زناتا لصالح المعوجين ولصالح الاطفال ديال المنطقه. وبحكم ان المنطقه فيها تلوث، هاد الاطفال كيحتاجوا لواحد العنايه اللي تكون دائمه. والحمد لله ماشي السنه الاولى، هذه سنوات هذه وحنا كنشاركوا معاهم نفس الوقت. وفي نفس الوقت كنصوبوا تقريبا نظارات الناس اللي عندهم قصار النظر، وخصوصا الاطفال واطفال المدارس والعجزه. وشكرا. يزيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه زناته للتنميه والتضامن من منطقه زناته اقليم المحمديه جهه الدار البيضاء الكبرى. اليوم نظموا عمليه توزيع النظارات لفائده 340 من الاطفال ومن النساء المعوزات وهما امهات. هذه العمليه هي الدوره السابعه كنظموها كل سنه. بهذه المناسبه كنشكر جميع من ساهم، خاصه المقاولات المواطنين وبعض المحسنين. وهذه العمليه كتشرف عليها وزاره الصحه، خاصه مندوبيه وزاره الصحه بالمحمديه والمركز الصحي بعين حروده وكذلك دار الشباب بعين حروده. قبل هذه العمليه التنظيم قمنا بعمليه الفحص لمده 3 اسابيع، تشرفوا على مجموعه من الاطباء متخصصين في امراض العيون. الهدف من هذه المبادره اولا هو اولا مساعده هؤلاء النساء والاطفال، لانهم ينحدرون من عائلات فقيره، ما كيمكنش عندهم واحد الامكانيات ماديه لان التكاليف شويه باهظه ومرتفعه بالنسبه للنظارات والفحص الطبي للعيون. كاين عندنا مشكل ديال التلوث في هذه المنطقه ديال المناطق عين حروده والشلالات وسيد مجدوب. دائما كل سنه خص الطفل يحاول باش يعني يغير النظاره ديالو وتصحيح النظر ديالو. الامهات كذلك عندنا مجموعه من الحرفيات، مجموعه من النساء المعوزات. الهدف كذلك الاسماء هو ادخال الفرحه والبسمه، وكذلك المساعده ديالهم في التحصيل الدراسي، لان الاغلبيه ديال الاطفال ديال السلك الابتدائي كيحصلوا على نتائج ضعيفه. هذه السنه ان شاء الله ملي كنقدموا لهم النظارات كيوليو ان شاء الله في الدوره الثانيه كيحاولوا باش يجيبوا نقاط ان شاء الله مرتفعه مثل السنه الماضيه. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله السنه المقبله يكون عندنا اكثر من 340، لان المنطقه محتاجه للنظارات. وكما كتشوفوا عندنا بعض ذوي الاحتياجات الخاصه هما قدمنا لهم النظارات الطبيه. وكنشكر جزيل الشكر لجميع من ساهم، خاصه مقاوله المواطنه والناس ديال بعض المحسنين اللي ساهموا معنا في هذه النظاره. كل سنه كيساهموا معنا وكنشكرهم كثيرا وشكرا.